ومن العلامات الصغرى للساعة أن يظهر الشرك في جزيرة العرب كما جاء في حديث ثوبان عند أبي داود: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمة بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان. ووقع هذا كما جاء عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخنصة، الألية يعني العجيزة مؤخرة المرأة، حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخنصة، وهو صنم، وذو الخنصة صنم لدوس، وهناك صنم لخثعم كذلك اسمه ذو الخنصة، والمقصود في الحديث صنم دوس يقع جنوب الطائف. الشاهد من هذا أنه وقع فهدمه المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ولما زال حكم آل سعود في الحجاز لما زال حكمهم أعيد هذا الصنم مرة أخرى فعبد من دون الله. لما استرد الملك عبد العزيز رحمة الله عليه بلاد الحجاز هدم هذا الصنم رحمة الله عليه.